أهلا بكم من جديد. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار ضرورة معالجة قضايا ولاية غرب كردفان في الإطار السلمي عبر الحوار البناء، وشدد خلال لقائه بمكتبه نهاية الأسبوع المنصرم وفد قبيلة المسيرية بغرب كردفان على حقوق الولاية فيما نصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان. وقال محمد نورين علي عضو اللجنة العليا لمؤتمر توحيد قبيلة المسيرية حول القضايا المصيرية إن اللقاء تناول التحديات التي تواجه ولاية غرب كردفان بما فيها المشاكل القبلية، وشدد على ضرورة جمع الصف وتعزيز التعايش السلمي بالمنطقة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول نسبة 40% من عائدات الولاية من البترول، وتم الاتفاق خلاله على مناقشة القضايا بصورة علمية للتوصل لرؤية موحدة لكل أهل الولاية لتجاوز التحديات المثيرة. للنقاش ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ آدم أحمد النظيف الأنصاري، عضو لجنة المصالحات القبلية بولاية غرب كردفان. أستاذ آدم أحمد، أرحب بك أولا في مع الأحداث، وسؤالي لك يعني كيف رأيتم اجتماع عضو مجلس السيادة مالك عقار مع وفد قبيلة المسيرية، وكيف يمكن أن تكون انعكاسات هذا اللقاء على الأوضاع في غرب كردفان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء سعيد بأن أكون ضيفا على هذه القناة، قناة البلد، وأنا شاكر لهذه القناة الفتية بتحتها لهذه الفرصة. فقبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أشير إلى نقطة محددة ونقطة أعتقد أنها نقطة مهمة جدا متعلقة بولاية غرب كردفان. كما تسمى هي ولاية البترول، ولاية الثروة الحيوانية، ولاية الإنتاج الحيواني، هي سلة غذاء السودان. حقيقة هذه الولاية الفتية، الولاية القنية بمواردها اللي في داخل وخارج أرضها، هي سبب لكثير من الأطماع، وبالتالي هذه يعني قد تؤدي لكثير من التدخلات، وبالتالي تكون هنالك بعض المشاكل هنا وهنالك. فلذا في الآونة الأخيرة رأينا هنالك بعض الـ الإشكالات حصلت في هذه الولاية، وكان هنالك نفر كريم من أهلنا قبيلة المسيرية أتوا إلى العاصمة القومية بحثا عن كثير عن قضاياهم، قضايا المنطقة، القضايا التي تخص منطقتهم. ومن ضمن هذه الزيارة التقوا بالسيد عضو مجلس السيادة السيد مالك عقار، وطرحوا كثير من القضايا التي تناقشوا حولها، ومن ضمنها اللي هي حسب علمنا اللي هي قضية كيفية تنفيذ اتفاقية جوبا التي لم ترى النور في الولاية حتى الآن رغم الثروات الضخمة الموجودة في هذه البلاد. طيب أستاذ آدم، طبعا يعني لدي سؤال معين أو مخصص فيما يخص اتفاقية جوبا وتأثيرها على المشهد، لكن دعنا نتحدث عن الأحداث التي شهدها غرب كردفان خلال الفترة الماضية، إذ حدثت اشتباكات بين قبيلة المسيرية والحمر خلفت 20 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الاقتتال؟ طيب، أولا قبيلة حمر وقبيلة المسيرية لهم علاقة أزلية ضاربة في الأعماق، لهم تصاهر، لهم تزاوج، لهم صداقات، لهم تداخل. ما يجمع بين هاتين القبيلتين أكبر مما يختلفا حولهم. وفي الآونة الأخيرة حقيقة قبل عامين أو عامين إلا قليل حصلت بعض المشاكل، وإن كانت هي مشاكل قديمة ولكنها متجددة، حول منطقة حدودية تقع بين منطقة المسيرية ومنطقة دار حمر. هي كانت مسار خلاف، كان الموضوع كان بسيط جدا، ولكن حقيقة خلف بعض القتلى وبعض الجرحى، وتم احتواء الأمر في ذلك الوقت، ولكن ما زالت الآثار موجودة وعالقة.
طيب الاحتجاجات الأخيرة سيد آدم يعني التي شهدتها غرب كردفان تسببت بحسب إفادات وتقارير في تخريب محطات إنتاج النفط، يعني ما هي الدوافع وراء هذا التخريب؟ ما هي الفائدة المرجوة؟ أولاً الـ 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 الآن الإشكال بين قبيلتي حمر والمسيرية ليس له علاقة بما يدور حول مناطق البترول، ولكن مناطق البترول النزاعات التي تدور حولها كما أنا أسلفت في البدء إن ولاية غرب كردفان إحدى الولايات الغنية جدا، وقد تكون من أكبر ولايات السودان ثروة، ولكنها عانت كثيرا من التهميش، عانت من عدم التنمية، عانت من ضعف الخدمات، عانت من ضعف البنى التحتية وغيرها، ولذلك دي الأسباب الحقيقية التي تؤدي لاحتجاج أهل المنطقة. ولكن النزاع بين هاتين القبيلتين لم يكن له دور ولم يكن جزء من هذه الاحتجاجات. طيب هل كل ما ذكرته هو يتلخص في أن هذه هي الأسباب التي تثير الفتن وتؤجج الصراعات بين المكونات القبلية بولاية غرب كردفان، أم أن هناك أسباب أخرى غير مصرح بها وغير لم يتحدثوا عنها ولم يتحدث عنها أحد؟ المتابع والملاحظ، ولاية غرب كردفان ليس هي الولاية الأولى من حيث الصراعات قبلها. لكن نحن هنا في هذه المقابلة نتحدث عن الأحداث في ولاية غرب كردفان. نعم سيد نعم أحمد، نعم أنا لا أتحدث الآن بشكل عام. نعم نعم أنا سأوضح ذلك. ليس هي الولاية الأولى في المشاكل القبلية، وقبلها كان في الشرق وكان في النيل الأزرق وكان في دارفور، وثم جاء إلى غرب كردفان وغيره. هذا يؤكد أن هنالك صراع خفي يدور، يعني غير معقول أن نقول أن هذه كلها المشاكل هي نتيجة يعني صدفة، هذا غير معقول، ولكن بالتأكيد هنالك يعني جهة منصلحة، جهة لديها مصلحة، جهة بالتأكيد تخطط لكل هذه. ماذا ولكن تستفيد هذه ولكن الجهة؟ ولكن ومن هي هذه الجهة بحسب ولكن التحليل يعني؟ ولكن الإشكال يدور الدائرة الآن بين قبيلتي حمر والمسيرية هو ينحصر في قطعة أرض أو منطقة حدودية تقع بين القبيلتين، كل من القبيلتين. إذن هذا ليس له علاقة بالجهة التي يعني تسير وراء يعني إشعال الفتن وما إلى ذلك. الجهة التي تثير الفتن هي تتمسك بأي سبب من الأسباب وتشعل النيران. من هي هذه الجهة سيد أحمد، سيد آدم؟ المتابع، أنا لا أستطيع أن أقول يعني كل هذه يعني الفتن التي تثير في السودان هي عبثية، ولكن بالتأكيد هي مخطط وهي مدبر وهي جهات سياسية بالتأكيد، يعني جهات ليس جهة واحدة يعني. هي جهة يعني جهة أو جهات في النهاية. لماذا لا نتحدث في النهاية بصراحة يعني في النهاية بما أن لديكم بيانات وتحليلات منطقية وأوصلتكم إلى يعني تحليل أن هناك جهة سياسية، من هي هذه الجهة؟ طيب عزيزي، ولاية غرب كردفان هي الولاية الوحيدة أكثر أمنا طيلة السنين الماضية، لم يكن بها نزاعات قبلية، لم تكن بها مشاكل، رغم أنها مجاورة ومتاخمة لولايات دارفور، ولكنها ظلت تحافظ على أمنها، ظلت تحافظ على تماسكها، ظلت تحافظ على وحدتها، على نسيجها الاجتماعي، على نسيجها القبلي. ولكن في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة ظهر هذا النزاع، وأسبابه حقيقة مختلفة ومتعددة، وبالتالي ده لا يمكن أن نقول أنه جاء وليدة لحظة، هذا ليس وليدة لحظة. والملاحظ والمتابع للميديا الآن ينظر إلى تأجيج في الصراع، واضح أنه يعني أن هناك جهة خفية هي من تثير الصراع. من هي هذه الجهة يعني؟ هل هناك معضلة في أن نعرف هذه الجهة على وسائل الإعلام بحسب البيانات التي تحدثت بها الآن سيد أحمد، سيد آدم؟ يظل التحليل هو تحليل، وتظل المعلومة هي معلومة، والمشاهد والشعب السوداني كله يتابع. طيب دعنا نذهب إلى نقطة أخرى في خضم الصراع القبلي بين القبيلتين المسرية والحمر، يعني ما هو موقفكم من لجنة المصالحات القبلية في الأحداث الأخيرة، وما هي أبرز القرارات
التي صدرت وتم اتخاذها من لجنة المصالحات؟ أولا أحب أن أصحح، نحن لست لينة المصالحات، لينة المصالحات هي لينة في الولاية، ولكننا نحن هنا آلية المصالحة بين قبيلتي حمر جميل، والبسيرية. نشكرك على هذا التوضيح. هذه الآلية نشأت حديثا عقب الأحداث الأخيرة التي نشبت في المنطقة، وعقب الشحن الزايد بين القبيلتين والتوترات كادت أن تؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء، ورأينا نحن كأبناء لهذه المنطقة وأبناء لهاتين القبيلتين كمثقفين وكقيادات في العاصمة القومية آلينا على أنفسنا أن نحقن دماء أهلنا ونهدئ الأوضاع ونسير في هذا المنحى على أن كل من الطرفين يبرز مستنداته وحججه وأدلته وبراهينه في وقت لاحق، ويصل كل ذي حق إلى حقه دون الاقتتال ودون إراقة الدماء ودون رفع السلاح في وجه الآخر. هل هناك قرارات تم اتخاذها لكلا الطرفين؟ نحن حقيقة لم نغرر، نحن لم نغرر، نحن نضع برنامج، نحن وضعنا حقيقة برنامج على أرض الواقع وظلنا ننفذ في هذا البرنامج، من ضمنها عملنا مؤتمر صحفي ووضحنا للرأي العام. نحن كأبناء قبيلتين الآن نجتمع مع بعض ونسير مع بعض ولحقن دماء أهلنا، ثم التقينا من بعد بالإدارة الأهلية لقبيلة حمر وجلسنا معهم وتحدثنا إليهم وتحدثوا إلينا، ثم من بعد جلسنا مع أهلنا في الإدارة الأهلية لقبيلة المسيرية وسمعوا لنا وسمعنا لهم، وإن شاء الله نحن في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إن شاء الله في طريقنا الأهل في قرب كردفال للجلوس أيضا معهم على أرض الواقع ونتفاكر ونتناقش معهم حول كيفية يعني الوصول إلى طرق سليمة لأخذ الحقوق دون اللجوء للعنف، دون اللجوء لإشارة السلاح. هذا طبعا مجهود كبير من قبلكم ومقدر، لكن سؤالي هنا، هل هذا كافي أو يحقق الضمان من لا تشهد الولاية مزيدا من الأحداث، مزيدا من التصعيد، مزيدا من الاقتتال؟ حقيقة يعني قبل شهر أو شهر إلا قليل كانت هنالك توترات عالية جدا، توترات كبيرة جدا. نحن سعينا وعبر صداقاتنا وعبر أهلنا وعبر آلياتنا المختلفة بأن يعني نهدي هذا الوضع، والآن الحمد لله على الأرض الواقع الأمور ولله الحمد يعني أحسن مما كانت كثير، وسنسعى إن شاء الله إلى أن يصل أهلنا في نهاية الأمر إلى اتفاق يرضي الطرفين، خاصة وأن العلاقة بين هاتين القبيلتين علاقات أزلية، علاقات قديمة، علاقات حميمة، علاقات طيب ممتدة. هل هناك أي صوت ومناشدة لمن على رأس الدولة الآن، من مناشدات، من مطالب، من صوت لإخماد هذه المشاهد؟ حقيقة الطرفين التقوا بالسيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ثم التقت الإدارة الأهلية لقبيلة أهلنا المسيرية بالفريق البرهان وعضو مجلس السيادة مالك عقار، وكل يطرح قضيته، ولكن من جانبنا نحن أيضا التقينا كآلية، التقينا بالسيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وجلسنا معه وتناقشنا حول هذا الأمر، وتجاوب معنا حقيقة تجاوب إيجابي، وإن شاء الله يعني هو وعد خيرا، ونحن طلبنا منه بسط الأمن لأن هنالك هشاشة أمنية حقيقة في الولاية، فهو وعد بذلك. جميل، نحن أيضا يعني نتمنى أن تعالج هذه المسائل وأن تجد جهودكم هذه النتائج المرجوة لإخماد الصراعات القبلية التي أصبحت تؤرق المواطن السوداني وتؤرق البلاد. عموما أشكرك جزيلا الأستاذ آدم أحمد النظيف الأنصاري، عضو لجنة المصالحات القبلية بولاية غرب كردفان، كنت معنا عبر أقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا وشكرا للمشاهد الكريم.
أيضا مشاهدينا الكرام، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على متابعة هذه الحلقة، وحتى نلتقي مجددا في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.